الريس زود سعر القمح ل 1500 جنيه، فاحنا بنشكره ونشكر الريس وبنشكره كمان على الامن، واحنا معاك وراك يا ريس على الحلوه وعلى المره ووراك، وبنحييك وبتحيا مصر، وبندعي لك ربنا ينصرك وربنا يقويك وربنا يا رب يا رب تحيا مصر، وحفظ الله مصر وشعبها وجيشها وقيادتها الحكيمه، وكل عام وانتم بخير.